بسم الله الرحمن الرحيم. جلالة السلطان، الوفد المرافق، أهلا وسهلا. واسمح لي أن أنا في البداية أوجه لك كل التحية وكل التقدير كل الشكر. ده يمكن ثالث مناسبة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى نفتتح تطوير الأضرحة. سابقا كان ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة، ثم السيدة زينب. وطبعا مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جدا وليها دلالة كبيرة قوي على حب آل البيت والبذل من أجلهم. وإحنا من جانبنا في مصر هنا عندنا خطة كبيرة قوي لتطوير المساجد يعني بتاعت آل البيت، وأيضا اللي كانت للصحابة اللي جم على مصر والصالحين. ويمكن لسه كان بيبقى في عرض من أيام قليلة عن اللي بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن والمواردي ومساجد أخرى كثيرا، اللي هي من أول القلعة فوق، أو من أول السيدة نفيسة لغاية ما نصل إلى السيدة زينب إن شاء الله. ولو النهاردة، وده كلام بقوله لينا كلنا، إن إحنا لو محافظة القاهرة مع بعض المساكن اللي هي يعني ظروفها كانت اتنشأت بجانب كتير من المساجد ديت، احنا لو ممكن نعوض الناس تعويض كويس عشان نقدر نخرج هذه المساجد بالإخراج المناسب اللي كانت موجودة عليه بأماكنها، احنا ممكن نعمل كده، واحنا متحركين في ده. مش عايز أطيل عليكم، لكن عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر بإن يكون يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني يبحثون عن أمان وعن مكان يستقروا فيه، في حماية وفي حفظ وفي استقبال يليق بهم، كانت وجهتهم مصر، ووجدوا في مصر فعلا الأمن والأمان اللي هم كانوا بينشدوا. وده من فضل ربنا علينا ان احنا النهاردة في مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده من فضل ربنا علينا والحمد لله. مرة تانية أنا بشكرك وببقى سعيد قوي لما بستقبل جلالة السلطان والوافد المرافق لي، وفي كل مصر في كل مرة تشرفونا هيسعدنا أن أنا ألتقي بيكم وأشكركم على اللي بتعملوه. وكل الدعم هيبقى موجود لإنجاح أي مشاريع أخرى في هذا المجال يعني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.